تقريبي في الغربة عايش. احنا جينا هنا من ريكافيك تقريبا 100 كيلومتر او اكثر. الدرجة حاليا ناقص 15 ولكن كنحسوا بها ب 20 ناقص 20 درجة. برد يعني يا اخي، كاين بزاف ديال البرد. شنو اسم هذا المكان هنا؟ قيصر. احنا دابا بليتلي قيصر او قيصر الصغير، هو عبارة عن ماء سخون كثير كيتم التجمع ديالو تحت الارض، وغادي نشوفوه حتى يطلع واحد شويه. نقولوا يعني هذا الماء هذا ساخن طبيعي كيخرج من تحت الارض؟ طبيعي ولكن سخون بزاف، ما كنصح حتى شي واحد يحط يده تما. شحال درجه السخن تكون هذه؟ 80 حتى 100 درجه. سبحان الله، يعني هذه المناظر هذا من هنا خصيصا في ايسلاند، هذه المناظر الطبيعيه. ولكن كاين سخونيه وكاين البرد، هذا هو الشيء اللي بزاف الناس عليها. قالوا كيقولوا واحد المثل هنايا، كيفاش كيقولوا على ايسلاند؟ ارض النار والثلج.